للمرة 20 يحتفل مركز بحيحيل التخصصي ضمن باقي مراكز منطقة الأحمد الصحية باليوم العالمي للسكر. وإذا كان سؤال يطرح نفسه لماذا التركيز على السكر؟ لأنه من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً، لأنه مرض صامت، لأنه له مضاعفات تشمل الكلى، تشمل العين، تشمل القدم وأشياء أخرى حتى القلب والشرايين. لذلك عندما نخلق منصات للتوعية، نخلق منصات للتواصل، نخلق منصات للتدريب والفحوصات الدورية والاستشارات، فنحن نجسد اهتمامنا المستدام حقيقة، الاهتمام بصحة الإنسان، لأن لا تنمية الأوطان دون صحة الإنسان. أعطيكم كلمة موجزة وبسيطة، الإهمال شيء يحز بالخاطر، ما نبيه للمراجعين عموما. فيا مريض السكر الله يرضى عليك، شارك الطبيب دكتور طلال و 3000 طبيب دولة الكويت، شاركهم المعلومة، شاركهم اللي انت خايف منه، روح للطبيب اسأله يساعدك في تنظيم حياتك، يعطيك جدول، ما راح ينقص عليك شيء ولا راح يقول لك لا تسوي إلا بنصيحة هي تفيدك كمريض السكر. زورنا، زور طبيبك والتزم بالمواعيد، حياك الله. العوامل اللي بتؤدي للإصابة بالسكر: السمنة، قلة الحركة، الوراثة. لا صحة من غير الصحة النفسية. ننصح مريض السكر أو من يقوم برعايته إذا حس بالحزن أو نزول المزاج أو القلق المستمر أن يتم الذهاب إلى طبيب العائلة للتحدث عن حالته المزاجية والنفسية. ومن ناحية تغذية مرضى السكر، أهم شيء يكون الغذاء قليل الدهون، قليل السكر والسكر المضاف، عالي الألياف، هذا بشكل عام. ودمكم سالمين. نوصي جميع مرضى السكر في تناول وجبة الإفطار وقياس السكر قبل العلاج. لا تنسوا فحص السكر التراكمي اللي اسمه الـ HbA1c اللي يتسوى كل 3 شهور فقط. ضروري جدا نحتفظ بالأنسولين بتاعنا في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات. احنا ننصح مرضى السكر بممارسة النشاط الرياضي الحركي على الأقل 30 دقيقة من المشي المتوسط إلى السريع الشدة كل يوم وتر. من أفضل طرق حقن الأنسولين أعلى الذراع، البطن والفخذ. ننصح مرضى السكر بأخذ تطعيمات الشتاء السنوية لوقايتهم ورفع المناعة لديهم. جرياً على عادة وزارة الصحة في كل سنة وبالذات بشهر نوفمبر، أقمنا اليوم في مركزنا، مركز بحيحيل التخصصي، فعالية يوم السكر العالمي بمشاركة نخبة من أطباء الرعاية الصحية وأقسام المركز والشركات اللي مهتمة بالتوعية المجتمعية. حبينا اليوم نشكركم ونشكر كل اللي دعمونا وحضروا وشاركوا في فعاليتنا اليوم، وبالخصوص رئيس مركز بحيحيل التخصصي ومدير منطقة الأحمد الصحية. ونتمنى من مرضى السكر وأهاليهم الالتزام بتعليمات الأطباء في الفعالية.